السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الاتحاد المستيري، يعني التونسي يلاحق مولودية الجزائر قانونيا. يعني سود على بالك حنا شا عندنا او نقولك شا عندنا، حنا عندنا جماعة تاع الفيسبوك وتاع يخدم باسم بلاده بصور تاع بلاده، لا بغات تتحطم بلاده، المهم يجيب مشاهده والمليار الله يسهل عليها، المهم يجيب مشاهده والله يسهل، لا بغات الجزائر تطرطق والله ما على بالهم كاع. ناس راهم ربدوا لي فيديو تاعكم انتوما اللي تطرطقوا للفيسبوك، تطرطقوا انتوما الزعماء تاع الزيرو، انتوما الزعماء تاع الزيرو، ناس مدبر الناس في التيك توك، الناس اللي في الفيسبوك اللي يصوروا، اللي قاعدوا يصوروا، كلش مدبر، ويطلقوا في لي زوسيو يطلقوا، كلش مدبر. توا سير بدو لي فيديو اللي يحتاجوهم هما وقلعوا بهم. شو كيفاش راك تشوف ولا مش راك تشوف الناس كيفاش تخدم بكم؟ وهذه شتي لا كاع، وهذه شتي هذه الصوالح. مازال مسؤول من المولودية ما خرجش وقال وندد والسراق، خاطش هما من هذا الصباح هذه الجماعة. وزيد نعطيكم حاجة واحدة أخرى، وأنا راني ملاه في عقلي وراني عارف شكاين وكلش، والله العظيم لهم كاينين صور كلش كاينين للجماعة اللي راهم يدبروا ويدبروا في مؤامرات ويدبروا يعني في كلش. الجماعة اللي راهي تريح في الفيلا تاع ديال إبراهيم، يعني مصورينكم داخلين ولواطاكم وكلش، ويصوروكم خارجين وكلش راه كاين، كلش راه كاين، كلش راه كاين. هذه باش ندخلكم لا في رسالكم، هاي حاجة غير طبيعة. نورمال ما تخرج الإدارة تندد، خاطش أنا ما تجيبوش تندو، نتوما اللي درتو هاد الصوالح، تما نتوما درتوهم، نتوما متآمرين مع هاد الناس اللي قاسوا لي في ميجان وقاسوا، نتوما متآمرين معاهم. نورمالمون تخرج، أنا شفت شباب قسنطينة ضربت على ياسما، خرج شباب قسنطينة دار تنديد، قال لك حنا ما حنا هاد الناس هادو ما نعرفوهمش، هادو الناس اللي دخلوا للسطاد خاطينا. خرج الشعب يهدر، حنا درك نشوفوا الشعب راه يحصل، شي كاع الشعب حزالة حزالة الفضلة، راهم يحصلوا في لا جوندارموري، والجدارمي اللي راه مبليسي شتا يقول؟ الجدارمي اللي راه في الكوما شتا يقول؟ الجدارمي اللي راه في الكوما واش يقول؟ الجدارمي اللي راه بين الحياة والموت واش يقول؟ واو لله. الجدارمي ذاك اللي كان يسلك في واحد يسلك فيه، وجا ذاك اللي دار تريكو لك حل ونشعه نشعه للشعب وقعدوا يعبسوا عليه، هذاك شتا يقول؟ هذاك ما هو الجزائري، هذاك جزائري جنسية جزائرية، رابد في لاكارت تاعو داير باللي تابع للسلك الأمن الجزائري، لا ديفونس، هذاك لا ديفونس. واو لله، انت كي تجي انت تجي تتهم راكم صايك، بالك شويه نطقت لكم، بالك شويه نطقت لكم. الله يجعلنا ان شاء الله يا ربي الاتحاد الافريقي عقوبه، ما تلعبوش هنا في الجزائر، ما تلعبوش هنا في الجزائر، ما تلعبوش، تلعب في التشاد، روح لعب في التشاد، روح جيبها بعرقك، فما كي تجيبها نصبق عليك، روح جيبها. خاطش الشعبوية تاع الإدارة اللي جات، وغادي ندير لك فيديو وحدك، الإدارة تاع المولودية ندير لها فيديو وحدها، فيديو شباب ليكم انتوما شباب، وأنا نفرح كي تنضروا على بالك، أنا البليزير تاعي مين نهدر وانتوما تفرحوا وانتوما تنضروا تتألموا. يقول لك هذا مين عنده المصادر، كيفاش عنده صور باللي ناس داخلين لدار ابراهيم وخارجين لدار ابراهيم، فيلا في دار ابراهيم، فيلا فيلا فيلا، ماشي المقر تاع الاتحاديه الجزائريه، لا فيلا في دار ابراهيم، الناس اللي داخلين واللي خارجين، الناس اللي راهم متبوعين قضائيا والناس معاه صورين كاع. ثم خرج بيديروا مؤامرات الدوله الجزائريه، الناس اللي راكم تجتمعوا لداخل في ديك الفيلا، وكيفاش تخطوا كيفاش؟ خاطش هذه القضيه اللي صارت في الملعب، علاه ماشي باغي نسكت عليها؟
قضية مدبرة، هذه قضية مدبرة بالتالي كاع. وين أعلن نادي الاتحاد المسيري التونسي عن اتخاذ خطوات قانونية يعني نتيجة الأحداث التي رافقت يعني مباراته ضد مولودية الجزائر في إياب الدور التمهيدي الثاني من الدور أبطال إفريقيا لكرة القدم. كل بحثوا البحنا دون زيرو يعني، وكملت بارتيا بالضحك واللعب، ديتهم دوشوا، جبتوا لهم كسعة تاع طعام، كلاو الطعام، تركبوا ضربوا في الطيارة ولا تلغدوا إن شاء الله. أيوا الناس من ما كان والو، حارة الياس ما ربحت لك واش اسمها، السياسي ربح شكاين ما سمعنا والو، السي ار بي ربحت ما سمعنا والو، الناس ربحت طاب طاب طاب. سيدي ما غيهمك، سيدي ما الشعبوية تبهديلة، نادي عريق، نادي عريق مولودية الجزائر يعني معروف، نعقلو مليح. خطرة نادي من بوركينا فاسو مي قعدو قالو قالو شتعرف، قالو نعرفو بالشيخ نعرفو مولودية الجزائر، قالوها كيما كيما قالوها 2020 نهار اللي جاو يلعبو، نهار اللي يا ودي المنتخب تاع بوركينا فاسو نهار اللي جاو هنايا في المطار شتا قالهم ذاك اونسيان جوار شتا قالهم، قالو شتعرف الجزائر، قالو نعرف مولودية الجزائر نعرف علي بالشيخ، نادي معروف. من بعد ولات المشاكل ولاو فيه من نعجت هذا المسؤولين جاو ولاو دايرين شعبويه ولاو يخدموا باسم الشعب ولاو منا اوطاج منا منا، طردوا هادو، طردوا هادو المسؤولين، طردوا هاد المسؤولين تاع كره القدم، طردوهم تشوف هادو تاع المولوديه والدعوه تبرد كاع تعاود تولي تبرد، هادو هما اللي دايرين كلش باين ما داروهش عيب. وإن شاهدت المباراة التي أقيمت يوم السبت خسارة الاتحاد المسيري بهدفين دون رد، مما أدى إلى وداعه للمسابقة بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وعبر نادي عن استيائه عن أعمال الشغب والعنف التي حدثت أثناء المباراة، حيث أدان في بيان رسمي نشره مساء الأحد اعتداءات اللفظية والمادية والتي تعرضت لها البعثة، وذكرت إدارة أنها وجهت تصرفات غير مسبوقة يعني مسؤولية من بعض المسؤولين والصحفيين يعني بإضافة إلى أشخاص ليس لهم صلة بكرة القدم سواء في الميدان أو في غرف ملابس أو في منطقة المختلطة. ما قالك جدارمية ولا قالك شوف كاين إعلاميين شاهدنا، حتى الإعلاميين دوك اللي قاعدين مور الغارديا كاميرا قاضباتك تتفلع على الغارديا، تتفلع على الغارديا داير تاع شعبوية، مدخلين الناس البيستير، مدخلين ترهيب. وأفادت إدارة النادي بأنها بصدد قيام بجميع يعني جميع الإجراءات القانونية الممكنة لحماية حقوقه، المشيرة إلى أنها اتخذت هذه الأحداث على حمل جد وتعتبرها انتهاك لكرامة النادي وسمعته، كما طلبت إدارة السلطة المحلية والاتحاد كرة التونسي بالتدخل لدى الهيئة الدولية لإعادة اعتبار للنادي الاتحاد المسيري كممثل لكرة القدم التونسية. وأكد النادي أن ممثل هذه يعني مثل هذه التصرفات لا ينبغي أن تمر دون عقاب، مشدد على ضرورة حماية الأندية واللاعبين من أي اعتداءات قد تحدث في المستقبل في الملاعب الإفريقية، وتعتبر هذه الخطوة قانونية تعبير عن رفض النادي لهذه التصرفات والتأكيد على حقه في اللعب في بيئة أمنية ومناسبة. عندهم الحق، شكون اللي يقبل؟ شكون اللي يقبل؟ أي شكون اللي يقبل كيما هاك تشوف ضربك الأندية الإفريقية كي تجي بيت تلعب تقول لك يا خويا أنا الأمن ما عجبنيش وأنا منا، وغادي النادي اللي يجي بيت يلعب هنايا تدخل عليه ناموسة للشومبرا تخلصوها أنتم، ناموسة 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 تدخل يقول لك أنا رسلوها لي. حنا نقول لكم يدير لكم كيما يرسلوا لكم يعني مراقبين، مكاش صرامة، ما كان تا واحد مور لي عقلوا عليها، ما كان تا واحد مور لي غارديا، ما كاش منا اللعابة لونترينر يا ولدي، طبقوا عليكم القوانين من عام قديوس، من عام قديوس يجيبوا لكم يطبقوا عليكم القوانين، عقلوا عليها مليح. وشكون الخاسر؟ النادي ومحبين الحقيقيين لنادي مولودية الجزائر. أنا نعرف أقسم بالله المناصرين
ابناء المولوديه قال لك حنا خاطين هذا الصوالح ما ناش عارفين من جدنا، قال لك ما ناش عارفين. شوف كيفاش. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتكم.